بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والرضا عن عباد الله الصالحين. وبعد، أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم. نلتقي اليوم مع الدرس 17 من كتاب التربية الإسلامية من خلال مدرسة أورينت الافتراضية. كنا في درس سابق من قسم التلاوة والقرآن قد تناولنا النص الثاني من هذا القسم الذي يتكلم في آية من سورة النساء، هي الآية الأولى منها، عن الإحسان إلى ذوي الرحم. تناولنا تلاوة الآية وكذلك معاني الكلمات فيها. درسنا اليوم هو عن تفسير هذه الآية التي هي بعنوان الإحسان إلى ذوي الرحم. نبدأ بقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. نأتي الآن إلى تفسير هذه الآية لنتفهم معانيها وما فيها من أوامر إلهية وما فيها من مواعظ وحكم. أما قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أي أيها الناس اتقوا الله واحذروا عصيان من رباكم وأوجدكم من العدم وشملكم بالجود والإحسان والكرم وتفضل عليكم بإنعامه وجوده وإحسانه وجعل بينكم رابطة القرابة يجمعكم أصل واحد ونسب واحد تبنى مصالحه على التعاون والتآزر، وأن بعضكم يحفظ حقوق البعض الآخر، وخلق كل واحد منكم يرجع إلى نفس واحدة. نرى هنا أن الآية القرآنية عبرت بالرب بقوله تعالى: اتقوا ربكم، أي لأنه هو الذي رباكم وأوجدكم. أما قوله تعالى في تكملة هذه الآية: وخلق منها زوجها، أي خلق لآدم زوجا منه وهي حواء. وقوله تعالى: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي نشر الخليقة من آدم وحواء من ذكور وإناث. وقوله عز من قائل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لقد تكرر لفظ اتقوا الله في هذه الآية مرتان، في بدايتها وفي آخرها، وذلك لتأكيد الأمر وطلبه من خلقه على أن يتقوه حق تقاته وأنهم لا يشركون به شيئا، وهو الذي يسأل به بعضكم بعضا فيقول الواحد منهم لأخيه: أسألك بالله العظيم أن تفعل كذا من بعض الأمور والأشياء التي أنت تملكها، لأن السائل يدرك بإيمانه بالله وعظمته أن يجاب لطلبه لعظم الأمور. وبعد خوف الله تعالى وتقواه: اتقوا وخافوا أن تضيع حقوق الأرحام بينكم، فصلوا أرحامكم بما ينبغي أن توصل به من عمل الخير والبر والتقوى،
ولا تقطعوها فإن في قطعها ذنبا كبيرا، إذ قرن الله عز وجل من قطع رحمه بمن يفسد في الأرض ويعمل عمل الجاهلية، حيث يقول عز من قائل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أما قول الله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا، أي إن الله هو المراقب الحافظ، فهو الذي يعلم بما تعملون ويشرف على هذه الأعمال ظاهرها وباطنها وخيرها وشرها وأثرها في أنفسكم، لا تخفى عليه خافية، وهو عالم بحقيقة أمركم، ولا يشرع لكم من الأحكام إلا ما كان فيه صلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. في هذا التعبير بيان للخليقة على أن يخلصوا في العمل، لأن الذي يذكر مراقبة الله يجدر به أن يتقيه ويحافظ على حدوده. نأتي الآن أعزائي الطلبة إلى ما ترشد إليه الآية. السورة تذكر الناس بأصلهم ومصدرهم الذي خلقوا منه، وترجعهم إلى خالقهم الذي أوجدهم من العدم في هذه الأرض، فإذا نسي الناس هذه الحقيقة نسوا كل شيء، وعندها لا يستقيم لهم أمر. كذلك توحي هذه الآية بأن البشرية التي صدرت من إرادة واحدة أنها تتصل في رحم واحدة، وتلتقي في وشيجة واحدة، وتنشأ من أصل واحد، وتنتسب إلى نسب واحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ولو تذكر الناس هذه الحقيقة لتضاءلت كل الفروق الطارئة بينهم. كذلك الحقيقة الأخرى التي أشارت الآية إليها أنه من النفس الواحدة وخلق منها زوجها. هذه الحقيقة لو أدركتها البشرية لكانت كفيلة بأن توفر عليها تلك الأخطاء الأليمة التي تردت فيها من نظرتهم للمرأة من أنها منبع الرجس والنجاسة، وهي من النفس الأولى فطرة وطبعا خلقها الله لتكون لها زوجا. كذلك توحي هذه الآية بأن القاعدة في هذه الحياة البشرية هي الأسرة، فقد شاءت قدرة الله أن تبدأ الحياة بأسرة واحدة، فخلق ابتداء نفسا واحدة وخلق منها زوجها، فكانت أسرة من زوجين، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هكذا أعزائي الطلبة نكون قد انتهينا من درس اليوم. أسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق والنجاح، والحمد لله رب العالمين. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامر تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر
دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس. الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى. أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام. ليس الدين كما تخشاه، ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا، هذا ليس هو الإسلام. كل أوامر تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره